جرى بالرباط تشييع جنازة الفنان الراحل فتح الله المغاري الذي وافته المنية عن عمر يناهز 82 سنة، وذلك بعد معاناته مع المرض. وبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء، نقل جثمان الراحل إلى مثواه الأخير، حيث وري الثرى بمقبرة الشهداء بحضور ثلة من الشخصيات في مجال الفن والإعلام والسياسة. أستاذ فتح الله المغاري كان يكتب أروع الأغاني، وكان يلحن أجمل الأغاني، وكانت له شخصية منفردة في أدائه لأغانيه التي كان يصوغها ويلحنها بنفسه. يكفي أن جميع النجوم المغاربة، عبد الهادي، ناعمة، حياني، كلهم نجوم، إلا نسيت الآخرين يسمحوا لي، كلهم غنوا من كلمة فتح الله المغاري. يكفي أنه خلى نداء الحسن، كل شيء كعرفه الكبير والصغير، أي واحد غير كيتزاد أول حاجة كيحفظ كيحفظ نداء الحسن. هدف حد ذاته عمل جبار، وهذا نداء الحسن يلي اجات الشعب المغربي باش مشى لديك المسيره الخضراء في 75. واعتبر عدد من الفنانين واصدقاء الراحل ان الساحه الفنيه الوطنيه فقدت احد اعمدتها في مجال الغناء والتلحين، والذي كان من الرعيل الاول من الفنانين الذين طبعوا بصمات بارزه في تاريخ الاغنيه المغربيه اوائل ستينات القرن الماضي. وأجمع الفنانون على وصف الفقيد الذي يعد واحداً من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية بالفنان المبدع الذي كان يتحلى بأخلاق عالية، وكان يشكل نموذجاً للفنان المغربي الوطني الذي قدم خدمات كبيرة للأغنية المغربية الأصيلة وكرس حياته للفن الراقي والهادف.